السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك. الناس بتوع الأيفون يجمعوا هنا عندي، الأيفون يجمعوا هنا عندي. أنت عندك شاشة أندرويد ومعاك تليفون أيفون وعايز تنقل شاشة الأيفون على شاشة الأندرويد. ننقل الشاشة، مش هنشغل أبل كار بلاي، هننقل شاشة تليفون الأيفون على شاشة الأندرويد. الخطوات إزاي في الفيديو إن شاء الله. والنقل هيكون وايرلس لاسلكي، يعني بدون سلك. هتنقل شاشه الايفون على شاشه الاندرويد وايرلس او لاسلكي بدون سلك. الخطوات ان شاء الله واحده واحده، ما تجريش الفيديو عشان الخطوات تطلع صح. فنجان القهوه ويلا بينا. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنبدا الاعدادات. اول حاجه يا جماعه، زي ما احنا شفنا في الاول، احنا هنحمل البرنامج بتاعنا ونحطه على الفلاشه ونحطه في المكان زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم كده، وهسيب لينك تحميل البرنامج اسفل الفيديو في وصف الفيديو. اول حاجه، وهسيب لحضراتكم طريقه تحميل البرنامج بطريقتين، يا اما عن طريق جوجل بلاي او عن طريق البرنامج من الفلاشه لو الشاشه بتاعتك مش متاح فيها ان انت تحمل عن طريق سوق البرامج اللي هو جوجل بلاي. نبدا على طول كده. اول حاجه يا جماعه، بعد ما حطينا الفلاشه بتظهر عندنا علامه الفلاشه بتاعتنا اللي هي زي ما احنا قلنا العلامه دي كده. هنسحب الشاشه كده من فوق لتحت كده، هنلاقي عند الاعدادات هنا كده اهو، هنلاقي هنا مكتوب ده ايه، محرك اقراص يو اس بي من كينجستون اللي هي الايه الفلاشه بتاعتي اللي انا حطيتها، مكتوب استكشاف. هدوس استكشاف، هتلاقي هنا واقف لي على البرنامج بتاعي. طيب لو ما كانش ده موجود يا جماعه على طول، ده مثلا يعني اول ما بنفتح وبنحط الفلاشه هيظهر لنا ده الاختيارات دي. اول ما اختار هدوس على اختيار اي بي كي اللي هو برنامج، ادوس عليه كده يظهر لي البرنامج بتاع اللي هو اير سكرين اللي انا ايه هنشتغل عليه النهارده. هنقوم نضغط على اير سكرين كده، كتب لنا هل تريد تثبيت هذا التطبيق؟ هقول له تثبيت. هنا كتب لي تم تثبيت التطبيق، هقول له فتح. هنا رساله ترحيبيه لبرنامج اير سكرين. هنا البرنامج يا جماعه لغه اللغه هنا بالعربي، وده بيبقى ممتاز جدا جدا جدا. هنا كاتب لي الطريقه، ده ميزه البرنامج. اول هنا حاجه قال لي قم بانشاء نقطه اتصال على هاتف او جهاز كمبيوتر متصل بالانترنت. هعمل هوت سبوت، هو نقطه الاتصال هنا المقصود بها هوت سبوت. هعمل هوت سبوت من التليفون اللي انا عايز انقل الشاشه السكرين بتاعته على شاشه الاندرويد. تمام، هنبدا كده. نعمل اول حاجه، هنعمل الاعدادات بتاعتنا كده. هخرج كده، اعمل خروج كده، او ممكن اسحب من فوق للشاشه كده بتاعتي كده، وادوس على علامه الواي فاي بتاعتي اللي هي في الشاشه كده هنا يا جماعه كده، اضغط عليها ضغطه مستمره وابحث على الشبكه المطلوب الاتصال بيها. انا عامل هنا الواي فاي بتاعي هنا على نفس جهاز الايفون اللي انا هوصل هنقل شاشه الموبايل على شاشه الاندرويد. اهو هنا متصل بالشبكه بتاعتي، هخرج كده، وطبعا علامه الواي فاي هنا متوصله اهي كده. هخرج دقيقه واحده. نجيب بقى الجهاز الايفون بتاعنا اللي انا عايز اعمل له توصيل على شاشه الاندرويد بتاعتي ديت. التوصيل يا جماعه احنا فين الجهاز اهو، بدون اسلاك كابلات. هل هنا ايه بيقول لي ايه، قم بتوصيل الجهاز. هقول له بنفس الشبكه انا، هو كده ايه حازم ايفون اللي هو عملت نقطه اتصال او هوت سبوت من الايفون ده على شاشه الاندرويد. اقول له يتاكد. هنا ظهر لي يا جماعه هنا حاجه اسمها الكود، ده الكود سكان. هعمله ازاي؟ هشوف اي برنامج عندي على الجهاز، لو ما عنديش برنامج على الجهاز بجيب برنامج اللي هو بتاع جوجل مثلا، زي جوجل مثلا يا جماعه. في جوجل في حاجه اسمها جوجل لينس، شايفين يا جماعه البرنامج ده اهو، ادوس عليها كده ويقوم ده اللي ببحث عنه. ادوس هنا على علامه العدسه دي كده، واقوم اروح يا جماعه كده على الكود ده اللي سكان كده، واقوم ايه اقرب منه كده واحاول اخلي الجزء ده في المنتصف. ظهر عندي العنوان اللي انا هخش عليه في الاتصال، العنوان ده يا جماعه هو اللي مكتوب فوق. هدوس عليه كده بلمسه بسيطه كده، هنشوف هيكتب ايه هنا على شاشه الايفون. هنا هنا كتب لنا هو جهاز التهيئه، هنا تحذير
بيأكد عليك ان انت البرنامج يعني، بس هو البرنامج مظبوط يا جماعة ما فيهوش اي مشاكل. اقول له يتأكد، هو يعني بيقول لك يرجى تنزيل التطبيق من خلال جوجل بلاي. انا هسيب لحضرتك اللينك اللي على جوجل بلاي وهسيب لحضرتك البرنامج اسفل الفيديو. هقول له يتأكد. هنا بيعمل نقطة اتصال ما بين هنا بيعمل نقطة اتصال ما بين الجهاز وما بين الشاشة. هنا اقول له ايه الشاشة بأكملها، اختار الاختيار ده كده يا جماعة. هو انا لسه بيعمل الايه نقطة الاتصال، بياخد لحظات يا جماعة في الاتصال عندي زي ما احنا شايف كده. بيقول لي ايه، خلي بالك انت لازم تروح تعمل حاجة اسمها سكرين ميرورنج على شاشة التليفون. او انا اسحب كده لفوق الاعدادات واجي على الايقونه دي اللي عليها العلامه دي اللي اسمها سكرين مورنج كده، ادوس عليها شويه يا جماعه كده اللي هي ديت، واخليه يبحث. هنا بحث عندي على الجهاز، شايفين يا جماعه الكود اللي مكتوب او العنوان ده اللي مكتوب هو اللي مكتوب هنا عندي على الجهاز كده، اختاره هنا كده. كده قبل للاذن، وزي ما احنا شايفين يا جماعه دي شاشه الايفون اتنقلت على شاشه السياره هنا اهي. لو انا جيت رفعت كده بالظبط اهي، كل ده اتنقل عندي هنا اهو، ده شاشه الايفون يا جماعه بالظبط اللي عندي. لو قلبت كده يعني ممكن يتقلب معايا، او هنشوف احنا كده لو جينا نشغل اي حاجه مثلا، اي حاجه نخش مثلا على اليوتيوب مثلا اهو، اليوتيوب مثلا على القناه بتاعتي مثلا، اي حاجه شغاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. البرنامج اللي عليه زي ما احنا شايفين يا جماعه ده البرنامج اللي شغال عندي، هو هنا في الخلفيه هنا كده، بس هو مش ظاهر اللي هو ايه، هو انا اهم برنامج على اللي هو برنامج الرادار بوت او كشف اماكن الرادار اهو بالظبط اهو. حتى جوده الصور هنا جوده جيده جدا جدا جدا، دي نقل شاشه الهاتف بتاعي. لو انا حبيت اجيب يعني مثلا جهاز تاني كده زي ما احنا شايفين، ده فيديو تاني هتلاقيه موجود في الخلفيه طبعا. هو طبعا بيحمل، نعتذر عن بس سوء الشبكه. تو ابل كار بلاي اللي هو اضافه برنامج جوجل مابس على البرنامج. السلام عليكم ورحمه الله. انا اه استكمالا لسلسله اسرار وامكانيات اندرويد اوتو وابل كار بلاي، استعرض امكانيات جديده لاندرويد اوتو وامكانيات جديده. ده يا جماعه الفيديو اللي شغال هنا كده، انا بقدر اشغل يوتيوب هنا عندي، هو كده كده الشاشه دي فيها يوتيوب، لكن انا بقدر استعرض البرنامج بتاعي عادي اللي موجود هنا، بقدر اخرج واخش عادي خالص. انا بقول لك ان البرنامج معاه برنامج الاعلانات بتاعته. لو انا حاصل ان انا خرجت مثلا يا جماعه كده، كل ما اخرج وعايز اخش تاني بدوس على السكرين ميرورنج واوصل شاشه الجهاز، اعمل له اضافه كده. بيتوصل وبيبقى عندي كده تشغيل اي حاجة يا جماعة، نقل شاشة الايفون على شاشة الاندرويد. طبعا ملء الشاشة ده بيجي زي ما انت عايز، اي حاجة هتستعرض بقى الصور اللي في الايفون، هتستعرض اي فيديوهات داخل الايفون، هتستعرض اي حاجة. فانا بقولكوا عينة مثلا لو شغلت اليوتيوب وكده، الشاشة دي اصلا كده كده فيها يوتيوب، لكن لو انا عايز اشغل فيديوهات من الايفون نفسها واستقبل اي حاجة او انقل شاشة الايفون على شاشة الاندرويد دي، البرنامج ده يساعدنا كتير. وده طبعا بيبقى البرنامج زي ما قلت لحضراتكم، ده برنامج بيبقى ملء الشاشة كلها، ما بحتاجش ان انا يعني عملية التدوير والحاجات دي، اول ما بشغل البرنامج عندي على طول بيشتغل ملء الشاشة بتاعتي كلها. مثلا هنا هجيب مثلا اي، لو شفنا اي صوره كده، اي صوره مثلا عندي مثلا يا جماعه، دي مثلا صوره عندي هي على الجهاز هنا عندي، وكمان الجهاز ده يا جماعه ده بيستعرض على شاشه الايفون، الصوره دي موجوده على الايفون نفسه. هنا في ميزه كمان يا جماعه، لو انا عايز مثلا اسجل احداث ولا حاجه من هنا، او ما ادوس على الجزء اللي في النص ده هنا، هل تريد السماح للتطبيق بالوصول للملفات كده، اقول له مثلا سماح. لو انا عملت له سماح هيبدا يعمل حاجه اسمها عمليه تسجيل، فاقول له انا موافق لان الحاجات دي كده، فيبدا يعمل عمليه التسجيل بتاعته يا جماعه كلها على الشاشه كلها. تلاقي هنا يا جماعه كده اهو للشاشه هنا كده فرق، ادوس عليها كده مثلا، ده حاجة عينة مثلا للحاجة اللي موجودة، عايز اعمل ايقاف بعمل ايقاف كده تاني كده، وبيعمل تم ايه حفظ. عايز اعمل عرض التسجيل، هنا القائمة بتاعته هنا زارة التسجيلات، او الفيديو اللي احنا سجلناه اهو.
وبيقول لي الجودة بتاعتي كمان في التسجيل بتاعي نفس الكلام بتاعي هنا. تلاقي هنا يا جماعة كده تبديل الشاشة هنا. اه وكمان عامل لي الجودة 720 بي في التسجيل، ودي حاجة ممتازة جدا كده. كده الفيديو بتاعنا خلص. في انتظار أسئلة حضراتكم في التعليقات. أرجو من حضراتكم الدعم والاشتراك. كان معكم حازم راشد ودي قناتي. شكرا لحضراتكم، سلام عليكم.